الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اعلموا وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي النبي المبجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تأخر، ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس. قال: فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، فثوب، أي أقيمت الصلاة، فثوب بالصلاة فصلى بنا، وتجوز في صلاته، أي أسرع في صلاته، ثم سلم وانفلت إلينا، ثم قال، ثم نادى بصوته: على مصافكم، أي لا يقومن منكم أحد. والتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما أني سأخبركم ما الذي حبسني، أي ما الذي أخرني عنكم في صلاة الصبح؟ أما أني قمت من الليل فتوضأت وأسبغت وضوئي، ثم صليت من الليل ما قدر لي، ثم نعست في صلاتي، نعست أي نمت في صلاتي، نمت. قال: نام وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فاستثقلت، أي في منامه، فرأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ والملأ الأعلى هم ملائكة الله، كتبت الحسنات والسيئات. فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري ربي. قال: ثلاثاً. فيما يختصم الملأ الأعلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب ربه سبحانه، يقول: لا أدري ربي. قال عليه الصلاة والسلام: فرأيته وضع كفه، وضع كفه على كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فتجلى لي كل شيء، وعرفت كل شيء. وردت عدة ألفاظ في الحديث، مع أن أكثرها ضعيفة، إلا أن هذا أحسنها. نعم، وتجلى لي كل شيء. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الكفارات، وفي أحاديث أخرى في الكفارات والدرجات، أي الملائكة تختصم في كتابة هذه الأعمال التي تكفر السيئات وترفع الدرجات إلى ربها سبحانه وتعالى. قال: والكفارات، والكفارات نقل الأقدام أو المشي إلى الجماعات، أي إلى صلاة الجماعة، أو المشي
إلى الجمعات، أي إلى صلاة الجمعة، كما في عدة روايات في هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. والجلوس في المساجد، هذا الثاني، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وردت أحاديث أخرى وروايات أخرى، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني قلبه معلق بالمساجد ويحب المكوث في المساجد. قال: كذلك وإسباغ الوضوء على المكروهات، وفي أحاديث إسباغ الوضوء على الكريهات، يعني الذي يتأذى منه الإنسان من شدة برد أو شدة حر أو ما شابه ذلك، وإسباغ الوضوء على المكروهات. قال: ثم فيما يسأله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إطعام الطعام ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. هذه الأشياء كلها تختصم الملائكة في كتابتها، تختصم، كل يريد أن يكتب هو في هذه الدرجات والكفارات. الأعمال بسيطة، الأعمال يسيرة، ولكنها يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى. قال الله يقول لنبيه: سل، اسأل. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم إني، هذا يعلمنا الرسول إذا أردنا أن نسأل الله عز وجل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك أن تغفر لي وترحمني، وأسألك حبك، تطلب حب رب العالمين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها كلمات حق فادرسوها وتعلموها. اللهم إنا نحبك ونحب من يحبك ونحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم واجمعنا في أمن وأمان وسلامة وإيمان في أوطاننا ومساجدنا وفي كل مكان يا رب العالمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، نعم، نحن في عز الشتاء، وهنا فرصة وغنيمة لكل مؤمن. سمي هذا الوقت وقت الشتاء، سمي بالغنيمة الباردة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: عليكم بالغنيمة الباردة، عليكم بالغنيمة الباردة. هكذا تسمي العرب كل ما فيه مكسب، وكل ما فيه أجر، وكل ما فيه أخذ من غير مشقة ولا عناء، يسمونه غنيمة باردة. كالمجاهد في سبيل الله يخرج فلا يلقى عدوا فيغنم ويرجع، فيغنم ويرجع، فسميت غنيمة، غنيمة باردة. قالوا: يا أبا هريرة، وما الغنيمة الباردة؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: الصيام في الشتاء. ولذلك ورد: طال ليله فقامه. الشتاء يطول الليل ويقصر النهار. نعم، هذا يعني فعل الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وتدبيره. الصيام في الشتاء: طال ليله فقامه وقصر نه... قال طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه، حتى سمي هذا الوقت ربيع المؤمن. الشتاء ربيع المؤمن، فعلا هو ربيع المؤمن بكل ما تعنيه الكلمة، فيغنم فيه غنيمة عظيمة.
فلله الحمد والمنة. فنريد أن ننبه عليكم في هذا المقام عما ورد في هذه الأيام من ازدياد الحالات الكثيرة حتى تجاوزت 2000 وقربت من 3، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن ولله الحمد والمنة الكثير في هذه البلاد وفي غيرها قد استجاب إلى التطعيم، فأصبح الأمر عادياً لا مخافة منه، لا مخافة منه. وإن أصيب به مرة أخرى فإنه بإذن الله عز وجل لا ضرر فيه، ولكن الاحتراز لا بد منه، لا ضرر ولا ضرار في كل الأحوال. أتذكرون عندما جاء هذا البلاء وجاء هذا الفيروس، فزع الناس فزعا شديدا وأصابهم الهلع والخوف، نعم، حتى تقطعت الأرحام وأصبح لا يزور أحد أحدا، الكثير منهم. ولكن في هذا الوقت وإن كانت الأعداد أشد مما كانت عليه في أول وهلة، إلا أنه الحمد لله قد زال الخوف من الناس وأصبح أمرا طبيعيا، حتى المصاب لا يخاف من ذلك. ولذلك من باب الاحترازات وردت مثل التباعد يوم الجمعة في أثناء الخطبة فقط، أثناء الخطبة فيكون هناك تباعد بما يقارب 1 متر أو 0.5 متر، وكذلك الالتزام بالسجادة والاقتراب، ويكون الشخص على سجادة من غير تباعد في صلاة في الصلوات كلها، في صلاة الجمعة وفي الصلوات كلها. فلذلك هذا الفراغ يتيح للناس الخارجين خارج المسجد أن يتقدموا وأن يدخلوا ولا يتأخروا، وأن يصف بسجادته إلى سجادة أخيه المسلم في المسجد. فلا تباعد في الصلاة، إنما التباعد أثناء الخطبة، هكذا ورد. ولابد من الالتزام بالاحتراز وبالسجادة وبالكمامة، وأن نبتهل ونرفع أيدينا إلى الله وقلوبنا نتوجه بها إليه، ونسأله أن يرفعه عنا وعن جميع المسلمين في كل بقاع الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم يا شافي الأسقام، اشفي كل مريض يا رب العالمين، وعافي كل مبتلى يا أرحم الراحمين، وأكرمنا بكرمك يا كريم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عباد الله أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. استور الصلاة يرحمكم الله. الذين في الخلف يتقاربوا على كل واحد على سجادته يرحمكم الله. الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر بغفر يحمي الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمدا ربنا الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني وعافني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اللهم صل على محمد وعلى محمد وصليت على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ورحمك السلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد لا إله إلا الله وحده لا شريك له
لا إله إلا الله لا حول ولا قوة يحيى ويميت ولا كل شيء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله سبحانه سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله السلام عليكم، ايش حالك محمد؟ الله يحييك سلام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ كيف شيخ؟ كيف حالك؟ طيب الله يسلمك. في تباعد يا في ايش؟ في تباعد. في الصلاة الماضية. لا بالمختار كاتبين شو اسمه مختار السجادة. لا يعني كل واحد على سجادته. يعني هيك قصدهم؟ ايه. لا يعني التباعد يكون انه على سجادته ما يضم ما يضم ما يصلي على سجادات غيره. مش يكون سجاده وسجاده بيناتهم؟ لا ان شاء الله يعني. ايه هدف الخطبه فقط. ايه اكيد اكيد. شفت التعميم انا؟ لا لا قصدي في الصلاه في الصلاه العواديه لا الصلاه العاديه. ايه ما في تباعد. ما في تباعد؟ لا لا كل واحد على سجادته. على سجادته فقط. والثاني صف سجادته هو. ايه. كل واحد صف سجادته جنب الاخر انه ما يروح على ما بعضهم يقرب. اكيد. ايه اكيد. الحمد لله. الله يحييك. الله يسلم حالك. الحمد لله وسلامتك. Thank you.